كشف لغز العثور على جثة شاب بالخنكة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأليوبية من كشف لغز العثور على جثة شاب تم إلقاؤه في مقابر بالخنكة، حيث تبين أنه اسمه عمرو حاحة في العقد الثالث من العمر، وتم العثور عليه بآثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسمه بآلة حادة ومكبل الإيد داخل منطقة مقابر الخنكة. تبين من خلال التحريات ومتابعة كاميرات المراقبة وخط سر الهاتف الخاص بالمتوفي كشف لغز العثور على جثة الشاب وضبط مرتكب الواقعة، وهم 4 أشخاص وسيدة من منطقة المرج. كانت الأجهزة الأمنية محافظة أليوبية تلقت بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقابر في الخنكة، وانتقل ضباط مباحث القسم للمكان لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتوفي. بالفحص تبين إن جثته زي ما قلنا بها أصل تعذيب ومكبل اليدين. تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم. تبين خلال التحريات مركز شرطة الخنكة وجود بلاغ من أحد الأشخاص بتغيب ابنه عن المنزل أثناء ذهابه لشغله في سوبر ماركت بمنطقة التجمع الخامس. مع مناقشة آخر البلاغات تبين إن ابنه هو جثة الشاب اللي كان موجود في مقابر الخنكة. تبين المتهمين التقوا بالمجني عليه يوم الخميس الماضي بعد ما انتهى من شغله في أحد محلات السوبر ماركت، وأقدموا على التعدي على المتوفي لاعتقادهم إنه وراء اختطاف أو اختفاء بنتهم. وخلال الضرب فوجئوا بإصابته بحالة إعياء وإغماء للمجني عليه لغاية ما فارق الحياة، فألقوا جثته داخل المقابر وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، واختار الجهات العامة لمباشرة التحقيق وقرر حبس المتهمين والتصريح بدفن المجني عليهم.